السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم وميت هلا. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، وأهلا وسهلا بكم في أول قناة عراقية، ويا ميت مرحبا بكم بالعراق وبالعالم العربي وفي العالم. وياكم الدروس الأكاديمية، ولا هي مو أكاديمية بالمعنى العام، لكنه أحب أن أعطيكم في التفاصيل اللي متخوفين من النوتة الموسيقية وشو ما يتعلم النوتة الموسيقية. بالحقيقة النوتة الموسيقية الأساس، لكن في أكثرية الناس ما يريد أو ما يحب أنه يتعب نفسه بقضية النوتة، وهي بسيطة حتى يقدر يبدي أو يستطيع أن يبدأ بالتمارين من خلال النوتة الموسيقية، وهي بسيطة. خليه يعرف المدرج، السلم الموسيقي، كيف قراءته، ما هو الوزن. فبالتالي احنا راح نروح وياكم الى السبورة حتى نشرح لكم. طبعا لا تنسون الاشتراك بالدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات في الشهر. تحياتي لكم، وموجود رقم الواتساب اسفل الفيديو، تقدرون تتصلون على اي معلومات. نروح الى السبورة وياكم حاليا. فالآن احنا نجي للسلم الموسيقي. اول ما تبدي تعرف لازم السلم الموسيقي حتى تقدر تشتغل فيه. شوف، هو لازم تكون انت تخلي في بالك انه هو شيء بسيط، لا تصعب على نفسك في قضية انه انا ما اقدر. لا، تقدر، وهو شيء بسيط. احنا نعتبر المدرج الموسيقي مثل مدرج الطائرة، مثل التبليط اللي الطائرة تحط عليه من على المدرج، اللي هي النغمات الموسيقية. شلون؟ المدرج الموسيقي هي عبارة عن 5 خطوط، هذا واحد، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، وهذا الخامس. عندنا هنا نخلي مفتاح صول باوع دائرة تخلي، ثم هي او انتهت الخطوة الأولى. راح نجي، هذا هو المدرج، عبارة عن 5 خطوط وأربعة فراغات. خلاص انتهى عندك الموضوع. شنو السلم الموسيقي؟ السلم الموسيقي اللي هو باوع، لحظة، هذا بنص دائرة بنص خط اللي هو دو، ثم أعلى من عنده يكون ري، ثم على الخط يكون مي، ثم بين الخطوط يكون فا، ثم على الخط الثاني يكون صول، وبين الخطوط يكون لا، وعلى الخط يكون سي. وهذا طبعا نأشره من الدو الى السي سلم موسيقي، لان سبع نغمات هذا تحفظه. السلالم السلم في كثير من السلالم تلاحظ انه دو ينتهي بدو، هذا دو، هذا يسمونه أوكتاف، خلي في بالك، أو الديوان العربي الأول. اللي أريدك أنت تعرفه شنو هو، اللي أريدك تعرفه إنه المدرج الموسيقي عبارة عن 5 خطوط وأربع فراغات، تيجي النغمات في محلها في مكانها. يعني هذا المكان خطه بدائرة، هذا دو، هذا ري، هذا مي على الخط، هذا فا، هذا صول الخط الثاني باوع مفتاح صول، هذا لا، هذا سي، هذا دو. هذا من الدو إلى الدو يسمى أوكتاف أو الديوان العربي الأول، أو من الدو إلى السي يسمى شو يسمى؟ يسمى السلم الموسيقي. طيب هذا شنو؟ هذا يسمونه دو قرار، وهذا ري قرار، وهذا مي قرار، وهذا فا قرار، وهذا لاحظ صول جواب، وهذا لا جواب، وهذا سي جواب، وهذا دو آخر واحد جواب. تمام، هذا أول قضية خلصنا من عندها، إنه إحنا عرفنا السلم الموسيقي اللي هو يتكون من 4 فراغات أو 5 خطوط وأربعة فراغات، وتخلي مفتاح في بداية،
وهذه هي بكاناتها تحفظها دو ري مي فا صول لا سي دو، تنزل بالعكس دو سي لا صول فا مي ري دو. هذا الدرس حتى لا انا اقدر انه استطيع انه اعطيكم درس اخر، لكنه ما اريد خلي درس ورا درس حتى تفتهمون النوت الموسيقية. تحياتي لكم، واتمنى انه وفينا في شرح هذا الدرس. لا تنسون اللايك والاشتراك، وايضا الدورات الموسيقية اللي يحب يشترك ويبدي من الصفر. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.